دعونا نعترف بكل صدق أن الجوكر يعد واحدا من الأشرار الأكثر تميزا وجنونا في التاريخ كله. إنه الخصم اللدود لباتمان، ويعد واحدا من الشخصيات الأكثر شهرة في الثقافة الشعبية الحديثة. إنه شخص مضطرب العقل لامع وأخطر مهرج، كل هذا هو الجوكر. بالطبع هذه الشخصية ببساطة لا يمكن أن تبقى فقط على صفحات الكوميديا، وبالتالي ظهرت على الشاشات مع باتمان. لم يكن من السهل اللعب دور المهرج القاتل، فقد واجه كل من تولى هذا الدور مشكلات خطيرة، وسرعان ما بدأ الناس يتحدثون عن لعنة الجوكر. ولكن هل هي موجودة بالفعل؟ دعونا ننظر في كل خيار على حدة. ولكن في البداية أود منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. جاك نيكلسون. في عام 1989 قدم تيم بيرتون، المخرج الذي كان معروفا في ذلك الوقت بصوره القوطية الرائعة، فيلم باتمان على الشاشات الكبيرة. كان بطله الرئيسي مايكل كيتون، مع نغمات داكنة وقسوة شديدة. تحول هذا الفيلم إلى أن يكون أغمق بكثير من المسلسل وأكثر كآبة، لكن في نهايته اقترب الجوكر من الكوميديا. من أجل تصوير شخصية مجنونة وقاسية حقا، قرر بيرتون اللجوء إلى جاك نيكلسون المحترف، ولم يتردد. فنيكلسون لم يكن مثل أي شخص آخر، فقد تمكن من لعب دور رجل قاتل لا يرحم. مما لا يثير الدهشة أن العديد من عشاق كون دي سي ما زالوا حتى يومنا هذا يعتبرونه أفضل جوكر، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي لعب فيها نيكلسون دور مجنون. قبل ذلك شارك في فيلم البريق للمخرج كوبريك. دور المهرج الصعب لم يكن ثقيلا بشكل غير متوقع، لكن وفقا للشائعات سرعان ما بدأ الممثل في الشكوى من الأرق والقلق الغريب. من الواضح أن الإجهاد والضغط وشخصية المختل عقليا في ساحة التصوير تغلغلوا إلى حياة نيكلسون المعتادة. من الصعب تصديق أن هذا الشخص ذا الخبرة واجه مشكلات عديدة مع الجوكر، على الرغم من أن نيكلسون نفسه لم يتحدث عن العقبات الواضحة التي مر بها من أجل مواجهة هذا الدور. فإن هناك ما يدعو إلى الافتراضات، من مثل الممثل ربما غادر المشروع بسبب الخوف من الشخصية. لما لا؟ يكفي أن نتذكر أنه كان غاضبا عندما اكتشف أن الممثل هيث ليدجر أخذ دورا في الفارس المظلم. وعندما طلب من نيكلسون إعطاء بعض التعليقات حول وفاة ليدجر، قال لكنني حذرته من أن الجوكر لا يمكنه أن يفقد عقله بسهولة، لكنه يقتل أيضا، من يعرف؟ هيث ليدجر. حدثت المأساة الحقيقية فقط في حياة ممثل واحد قام بأداء شخصية الجوكر، ولكن هل من الممكن أن نتحدث هنا عن اللعنة؟ من أجل الاستعداد جيدا للدور، قام ليدجر ببذل قصارى جهده ليجعل شخصية الجوكر واقعية وفريدة قدر المستطاع. كان لديه بالفعل مثالان على الجوكر، وهما نيكلسون وروميرو، ولكن من يرغب في المقارنة بأسلافه؟ قام الممثل بعناية شديدة بدراسة الكوميديا التي كتبها فرانسيس بيكون، وكذلك درس الفيلم والرواية الكوميدية الساخرة البرتقالة، ولكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة له. تعرض ليدجر أيضا للاستعداد النفسي الخطير والذي سجله في دفتر يوميات جوكر. هنا سجل الممثل مقتطفات من الكوميديا وبعض صور المهرجين والضباع. مكث ليدجر مدة شهر تقريبا في غرفة بفندق في لندن، حيث سجل المذكرات وجرب الأصوات والفراء. من أجل التدريب جيدا على شخصية الجوكر، كان ليدجر لا ينام إلا ساعتين فقط في اليوم، ومن هنا بدأ يشعر بالأرق الطبيعي. لكن ليدجر لم يتوقف، ونتيجة لذلك اخترقت شخصية الجوكر عقل الممثل تقريبا، فأصبح شخصا من دون ضمير ومن دون تعاطف، مضطربا نفسيا منفصم الشخصية وقاتلا. فهو يمكنه أن يمر كل هذا دون أن يترك أثرا. ومع ذلك عندما تم تصوير الفيلم اعترف ليدجر أن الجوكر هو أفضل دور له، وأنه حصل على متعة كبيرة أثناء التصوير. على الرغم من أن الدور كان مرهقا، لكنها لم تكن النهاية. ذهب ليدجر للعديد من الأطباء في ذلك الوقت وتناول العديد من الأدوية ومزيجا من المخدرات المميتة. تم العثور على الممثل ميتا في شقته قبل 6 أشهر من العرض الأول للفارس المظلم. إنه حقا لأمر فظيع،
عندما يرغب الشخص في أداء شخصية على الشاشة وتؤثر على حياته تأثيرا كبيرا، وفي النهاية تؤدي إلى الموت. يبدو أن الجوكر نفسه يدمر بطريقة ما كل من يحاول لعب دوره، وكلما تم التعمق أكثر في الدور كانت النهاية مؤسفة حقا. جاريد ليتو. على عكس جاك نيكلسون، كان جاريد ليتو مستعدا لمشاركة كل التفاصيل المتعلقة بدوره كمهرج مجنون. وعلى الرغم من أن الكثير انتقد فيلم الفرقة الانتحارية، فإنه لا يمكننا أن ننكر أن ليتو كان يستعد بعناية كبيرة للغاية لدور الجوكر، ربما أكثر من اللازم. بشكل عام لا شيء يثير الدهشة، لأنه قبل ذلك قام الراحل هيث ليدجر بتجسيد صورة العدو الرئيسي لباتمان على الشاشة، وجاريد يحتاج فقط للوصول إلى خططه. فهل تمكن من النجاح؟ شارك جاريد في العملية إلى أقصى الحدود ولم يفكر حقا في العواقب. أحب الممثل أن الجوكر كان محروما في أي إطار، مما يعني أنه يمكنه أن يفعل أي شيء، وليس فقط أثناء التصوير لكن أيضا خارج ساحة التصوير. قضى الممثل معظم الوقت في عزلة تامة ليغرق في العقل المجنون للشخصية. في نفس الوقت أثناء التصوير رتب ليتو لزملائه العديد من المفاجآت غير السارة والغريبة جدا، بما في ذلك إرسال فأر حي والتي أمسكت به مارغو روبي نفسها، وخنزير ميت لبقية زملائه، كما أهدى ويل سميث مجموعة من الرصاص. في مقابلة شخصية اعترف ليتو أنه درس العنف على وجه التحديد ولاحظ أشياء مثيرة للجدل للغاية، ولحسن الحظ أدرك مع مرور الوقت التأثير القوي لكل هذا على نفسيته وبالتالي توقف. فهل تمكن من التوقف أم لا يزال؟ أكد ليتو أن شخصية مثل الجوكر تتطلب الغوص العميق، وهو أمر صعب للغاية، لكنه ممتع لأن الجوكر لم يكن رجلا سيئا تماما. هل جاريد جاد؟ ربما يكون جادا خاصة؟ هكذا يبدو اللعب مع النار. خواكين فينيكس. يمكننا القول بكل ثقة أن أداء خواكين فينيكس لشخصية الجوكر يختلف تماما عن الآخرين. أولا، لأن هذا بالتأكيد ليس فيلما لبطل خارق ولا حتى جزءا من العالم الخيالي دي سي. ثانيا، لم يظهر باتمان أو حتى روبن بل الجوكر نفسه، وهذا يحدث لأول مرة. الجوكر في فيلم نفسي مثير للغاية يشمل جميع العواقب، وهذا يعني أن المهرج المجنون هنا متميز بشكل خاص. الجوكر فينيكس هو رجل يدعى آرثر فيليك، ويبدو كوميديا غير ناجح. حتى في مرحلة التصوير اعترف الممثل أن هذا الدور يخيفه حقا، خاصة أنه يفقد العقل. وعند قراءة السيناريو لأول مرة شعر بالشفقة على الشخصية مع الاشمئزاز، وهذا ساعده على تقمص الدور. أثناء الإعداد للتصوير فقد فينيكس من وزنه 24 كيلوغراما، هذا هو السبب الذي جعله يبدو على الشاشة مرهقا ومحطما كما لو كان مشوها من الداخل. ساعد الجوع المستمر على فهم أفضل للمهرج وشعوره بعدم الرضا المستمر. تجدر الإشارة إلى أن الممثل سعى لتصوير شخصية لم يستطع الجمهور التعرف عليها، ولم ينتبهوا للممثلين السابقين الذين قاموا بأداء شخصية الجوكر. بدلا من ذلك قرأ كتبا عن القتل السياسي لفهم القتلة ودوافعهم، ودرس لفترة طويلة بعناية شديدة مقاطع الفيديو للأشخاص الذين يعانون من متلازمة الذاكرة الزائفة. بعبارة أخرى، شاهد فينيكس بشكل خاص الحالات التي يتعذر على المرضى السيطرة عليها وهم يضحكون ولا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك. نتيجة لذلك استغرق الممثل عدة أشهر مؤلمة لإعداد الضحك الصحيح. يتبقى فقط أن نأمل في أن الغمر في روح المهرج المجنون لا يؤثر على خوان فينيكس في المستقبل. مهلا أصدقائي، توقفوا عن الكسل، حان وقت تنشيط العقل. أهلا ومرحبا بكم في قناة حقائق العصر، أحداث لا تصدق في الماضي والحاضر والمستقبل، أسرار عن الطبيعة وعالم الحيوان، حقائق مروعة وألغاز غامضة، كل هذا وأكثر ستجدونه هنا في قناتنا. اشتركوا في القناة ولن تشعروا بالندم.